اليوم بدي احكي عن البلاس سايز وومن. بلاس سايز وومن يعني هن السيدات اللي فوق الاكس اكس ال او باليوروبيان سايز فوق ال 46. جاني كتير اسئله عن الموضوع. خلينا نتفق على شغله. البلاس سايز وومن او الاجسام اللي بتكون هي عندها وزن زايد او الشيب جسمها بيكون اجمالا بيكون راوندد. هلا even rounded shape او plus size woman كمان عندها shapes، يعني في منهم بيكون عندهم خصر بارز اكتر، في منهم بيكونوا كلهم سوا كل يعني الوزن بيكون مجمع او متوزع بطريقة متساوية بالجسم، فما بيكون في shape محدد بنقدر هيدا. وفي ناس بتكون مثلا انصح من فوق من تحت، هن نفس البادي سيلوات للاجسام بسمول ميديوم لارج، بس منضيف عليهم وزن أكتر أو XXL أو وزن أكتر، بس الشيب هو نفسه. فإذا القاعدة اللي منتبعها مع البادي سيلوات التانيين هي نفسها منتبعها مع البلاس سايز وومن، منبرز الأجمل ومنخفي العيوب، إذا في خصر منبرزه، كتف حلوي منبرزها، لاجز حلوين كمان منبرز. بس إجمالاً إذا في يقول most of البلاس سايز بيكونوا راوندد، يعني بيكون أكتر شيء الوزن بيكون زايد أو موجود موزع على منطقة البطن والصدر. هلأ دايماً بعطيهم examples للكلاينتس ولا الناس اللي بيشتغل معهم سيلبرتيز عندهم بيشبه البادي سيلوات تبعهم تو ريليت او تو ميرر يشوفوا شو هن لابسين. للبلاس سايز هني مثلا فينا ناخذ اكزامبل اوبرا وينفري. تاني نقطة بدي احكيها، دايما السيدة البلاس سايز تعمل بالانس باللي هي عم تلبسه، يعني اذا لبست بنطلون ضيق تتبع يعني قميص واسعة شوي، اذا خصرة ارفع تحدد خصرة، نبتعد انها هي تلبس كل شيء واسع لانه ببينها بلس اكتر، وهيدا اللي نحنا بدنا نبتعد عنه. بالعكس نحنا بدنا نفرجي انه ايفن اذا هي بلس سايز عندها سيلوات حلوة فينا نبرز اكتر. هنا البنطلونات ما مفروض تكون كتير واسعة، لانه اذا اجت واسعة كتير بتأثر وبتنصح اكتر، يا بتكون على قد الجسم ستريتشبل، اما اذا كانت ما على قد الجسم فيها تكون ستريت كات بس مش على واسع على اضيق، حسب حجم الجسم من فوق. يعني اذا الحجم كتير كبير من فوق نحنا تحت ما كتير منرفع، او اذا رفعنا بدنا نلبس شي واسع من فوق ونحدد الخصر. دايما 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 القبة مفروض تكون فيناك، لا خصوصا للسيدات اللي بيكونوا عندهم من فوق عندهم وزن اكتر من اي من المنطقة السفلية، يعني جزعهم عريض وعندهم صدر كبير، فكتير مهم انها تعتمد الفيناك لانها بتعطي طول، بتعطي طول بالجزع، ونفس الشيء بنعمل الوجن انه هي هيدي المنطقة ارفع. بنبتعد عن القبات اللي هي مثل البوتناك. اما اذا خسرت فستان، الفستان بدنا نلحق سيلوات الجسم، يعني اذا على الخصر رفيع بنحدد الخصر ببلت. فينا تاخذوا فكره كمان على صور اوبرا وينفري، كثير بتعرف تلبس عن جد فعلا حلو، لا هي از round shape body silhouette. وفينا كمان بالفستان يوقف الفستان حسب وين نحن بدنا نخبي، يعني اذا الاجرين كتير ناصحين منطول الفستان، اذا لا منقصره، الخصر رفيع منحدده، المنطقة من هون انصح فينا نعتمد مع زرار بينفتح اول زرين للفوكل بوينت يعني لهون كمان بيطلع حلو. اما فيناك، وفي كتير ناس بتعتمد الضيق اذا هي ما كتير ناصحة من فوق، بس طبعا بلاس سايز من فوق كمان بيطلع حلو وليق له. دائما بنصح سيدات البلاس سايز انها تتسوق او تشوب من براندز ومحلات اوريدي هي بتعتمد البلاس سايز، يعني عندهم موجودين. كيف يعني؟ الاسهل انه نحن وبعدين بتلاقي فرايتيز اكثر وبتلاقي طلبه اكثر من دون ما تعصب وتحس هالسايزات ما عم تزبط عليها. يعني اجمالا في براندز اذا بتروحوا بتاخذوا سمول او ميديوم او لارج، عن هودي البراندز بيكون مش مثل سمول ميديوم لارج للبتيت فام بمحلات تانية او للسيدات اللي هن بيكون ماكسيموم سايز 7 اكس ال.
شمالا بهود الشوبس بيكون كل شيء مخصص، يعني طريقه القماشه بتكون مريحه، القصه مريحه، السايز كمان، وين توقف القميص، وين توقف وين يوقف الفستان، يعني بيعطوا مجال وبياخذوا بعين الاعتبار البلس سايز طريقه كتير حلوه، وبنفس الوقت بيكونوا ترندي. مش انه اذا الصبيه بلس سايز يعني بتبطل ترندي، نو. حتى هلا اذا انتبهتوا اخر سنتين صار في مودلز بلس سايز، لانه عرفوا ريتيلرز والديزاينرز انه في ناس بلس سايز مثل ما في ناس لارج وميديوم وسمول. دايما بنصح البلس سايز وومن انه تو انفست اكثر بالاكسسوارز، لانه من بهيدي الحاله نحن بنوجه النظر او الفوكل بوينت بيكون اكثر للاكسسوارز، حلق، ميك اب، ونشتغل على الشعر كمان، سان جلاسز كبيره، سكارفز كمان، هيدا كله سوا بيعطينا اضافه، لانه اجمالا بتروح اكثر سمبل بالثياب وبنعتمد الاكسسوارز. مثل كمان برجع لكم، شوفوا اوبرا وينفري وغيرها من السيلبرتيز اللي هن بلس سايز، كثير بيعتمدوا على الشعر. أوبرا مثلا كتير بتعتمد على الشعر والبيج أكسسوريز as a statement لتحول النظر لهيدي المنطقة. بالنسبة للأكسسوريز وخصوصا الباكس، السيدة البلاس سايز مفروض دايما تعتمد باكس مش صغير، لازم يكون medium to large. الباكس الصغار إذا حملتهم بتبين هي بلاس سايز أكتر، فنحن نبتعد عن هيدا الموضوع، لازم تختار باكس medium للارج. كمان إذا حبيت تختار فستان، قميص، أي شيء printed يعني عليه طبعا، مفروض الطبعة تكون مش صغيرة، لازم تكون من وسط وأكتر شوي الأكبر، لأنه بهيدي الحالة إذا صغرنا البرنس بتبين هي أضخم. مثل البتيت فام دائما بنعتمد مع الطبعة الصغيرة، لأنه إذا اعتمدنا الطبعة الكبيرة بتبين البتيت فام كأنه الفستان هو اللبسة وصغيرة هي على الفستان. نفس الشيء بنطبق للسان جلاسز وللرينجز والجولري كله سوا، مفروض كل السايزز تكون من الميديوم او ايفن لارج تو اكس ال. نبتعد قد ما فينا عن السمول اكسسوارز او كل شيء سايز سمول، لانه نحن الهدف انه نبين بالعكس، يعني مش نزيد السايز. بالنهاية كنا medium, small, XL, L, XXL. الأهم شيء القاعدة هي واحدة، إنه نحنا دايما نخفي العيوب ونبرز أجمل ما فينا بجسمنا، بشعرنا، بوجهنا. وبالنهاية أهم شيء إن نكون إحنا مرتاحين مع حالنا. See you.